كان من حوالي سنة ونص سنتين ما كانش فيه طواقي خالص، لكن دلوقتي الوضع يختلف جدا. بنعمل حملات وبنعمل حفلات وإيفنتات ماشي لأشخاص مختلفة. بنعمل حملات إن إحنا نجيب حاجات زي دي وبنوزعها هدايا، تمام. بنطور من نفسينا وبقينا بنعمل عروض وبنعمل حاجات في كل حتة وفي كل البلاد في مصر عامة، عشان خاطر إن إحنا ننميها يعني. دلوقتي وبقينا بنعمل مواقع، عاملين موقع اسمه الحياة البرية، تمام، على جوجل. الموقع ده بنشرح فيه كل تربية الحيوانات بجميع أنواعها، بنعرف قلبها حاجات جديدة وبنعرف قلبها حاجات جميلة، بجميع الأشكال وبجميع الجنسيات أيا كان نوعها. عندي تطور شامل يعني من سنة. اول حاجه ما انصحش شاب يجيب تعبان سام، اول حاجه انت مش هتعرف تعمل معاه، تاني حاجه هتموت منه.